السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ بتكونوا بخير؟ بكل التأكيد متجر جوجل هو متجر إلكتروني بيسمح لك بشراء وتنزيل ألعاب الكمبيوتر بكل سهولة، وكمان بيتميز بمجموعة واسعة من الألعاب القديمة والجديدة. هقدم لك طريقة سهلة وبسيطة عن كيفية تحميل متجر جوجل على جهازك الكمبيوتر. فاهم مستنين ايه؟ قبل ما نخش على الشرح، السوش بس تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا على الشرح. أول حاجة المفروض تعملها تخش على أي متصفح عندك، سواء مايكروسوفت إيدج أو جوجل كروم أو فايرفوكس أو أي متصفح بتستخدمه سواء من التليفون أو كمبيوتر. هتكتب في شريط البحث على جوجل، تكتب جوجل، هيظهر لك في أول رابط بالشكل دوت جوجل دوت كوم. طبعا في أكتر من طريقة لتحميل متجر جوجل. أول طريقة زي ما قلت لكم في الأول هي من على أي متصفح بحث، والطريقة التانية هي من على متجر إيبك. نكتب هنا في شريط البحث جوجل، هنلاقي هنا ظهر معانا جوجل جالاكسي، ونضغط هنا على كونتينيو، وبعد كده تضغط على جيت زي اي لعبة بتاخدها من على متجر ايبك، وهنلاقي هنا اللايبراري، وتخش تنزله عادي من اللايبراري. هينزل زيه زي المتصفح، فانا طبعا افضل طريقة تصفح لانها امن طبعا. فهنخش على اول رابط كده، وهننزل تحت هنلاقي بيقول لنا داونلود جوجل جالاكسي بالشكل دوت. هنضغط على داونلود، هننزل تحت، بعد كده داونلود جالاكسي، ونضغط على بدء التحميل. وبعد ما نزلنا ملف السيت اب بتاع المتجر جوج، هنضغط دبل كليك عشان نثبته. وايه هينزل معانا 264 ميجا. ودلوقتي بيقول لنا waiting for installation to start، هنضغط على yes. وادي السيت اب بتاعه، نضغط على next. بعد كده I accept the agreement، next next next. ودلوقتي جوجل جالاكسي اتثبت اهوت، هنضغط على فينش. ودلوقتي جوجل جالاكسي اتثبت معانا اهوت. دلوقتي بيطلب مننا نسجل الحساب بتاعنا سواء عندنا حساب او لا، او نسجل بالفيسبوك لو عندنا برضه حساب او لا، او نعمل حساب جديد وخلاص. وبس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تدوسوا لايك. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الفيديو الجاي ان شاء الله، هو فيديو انشاء حساب على جوجل. وبس اشوفكم في الفيديو اللي جاي، سلام.